هاد ندوى الصحفية علاش اخترناها، ما كاينش حاجة جديدة خطيرة ولا شي حاجة، ما تخلعوش. حنا غير قلنا يكون واحد لقاء تواصلي بناء على واحد البلاغ صدر البارح من صدرته لجنة القيادة الخاصة بمتابعة اليومية للتطورات ديال هاد الداء دوليا وإقليميا ووطنيا. بغينا نطمئنوا من خلالكم المواطنات والمواطنين الوضعية الحالية اللي فيها بلادنا والاستعدادات الجارية التي نقوم بها جميعا بطريقة تشاركية وتعاونية من قبل الجميع. وكما تعلمون فإنه منذ ظهور وبدء انتقال هذا المرض، مرض كورونا المستجد والذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم كوفيد-19، منذ انتقل من موطنه الأصلي إلى 60 بلداً الآن، 60 بلد، 60 دولة، وحصد أكثر من 3000 تقريباً شخص، لكن يصيب اليوم 90,000 شخص على الأقل عبر العالم، عبر 60 دولة. وهذه التطورات كان لابد معها أن تأخذ بلادنا احتمال انتقاله إلى وطننا. الاحتمال ديما كاين، الحمد لله إلى حد الساعة لم يثبت هذا، لكن نأخذ هذا الاحتمال بمحمل الجد. ومن هنا اتخذت عدد من الإجراءات الاحترازية والاحتياطات، وذلك منذ الأيام الأولى لظهور المرض، وكان على رأسها أن أمر جلالة الملك حفظه الله بتنقيل أفراد الجالية المغربية الذين كانوا موجودين في مدينة ووهان الصينية إلى أرض الوطن، وباحترام المعايير الصحية الضرورية لحماية الوطن وحمايتهم أيضا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش أبوناو في لاشين يوتيوب.